على العاصي وبقصدك تسبحي انزلتي على العاصي وبقصدك تسبحي وما تخيل الصفصاف بدك تشلحي انت شلحتي وفوقك غصون وشلحوا واستحوا انت ما كنت تستحي يا ابن السماء تضحك لك وتحمي وتضل درب العز تمشيها وتلة الأرز نسرها تسمي وجوان حق عالريح عليها ويوم الرجوع لا صرخ بهالعتم يا معين الله ابو فارس انا وانت ضحايا الحب الله انا وانت ضحايا الحب يا معين وابن البعال بقاع بحب العزام وين 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 ومش وقتك يا هوا فكر بس هيدي بس هيدي اخر وحده اخر وحده اخر وحده لك يا مايا الفيك فكر بيبقى ورودك يتسكر وبين الشفه والشفه محتكره مخازن سكر يا أنا عفوا ما تواخذونا على شو؟ محمد يا خي خلص خلص البرنامج عن محمد وعني نحن منتأسف على من فريق الإعداد اوعى تتأسفوا من حدا فريق الإعداد والرشيد والكل مبسوطين لدرجة مش طبيعية إن شاء الله يكون كمين راضي وفريق العمل كله سوا معين بدي أقول لك شيء نحن بشرفنا ومنعتز بوجودكن معنا وكيف إذا كانت آخر حلقة وهيدي حلقتكن يعني أنا لو ما حكيت وأنا عم بقلل من الحكي لأنه بدي هيدا الشيء يصير بالحلقة هنحاول نلتزم بال ما تلتزموا بشيء أنا بعتزم وفل اوعى تلتزم ممنوع إنك تلتزم عندك غنية عربي هلأ ايه؟ التزم إنه تغني البدك يي أنت ومحفظ يلا رح بلش نبدأ لبناء عربي لحظة في تبرير ليش مبلش معهم لأنه قبل شوي بلشت معكم ما مش مشكلة يبلشوا ومنبلش عادية والله عادي ما انتوا رح تقشطوا بعض الأغاني نحن أهل يا عمي شو لك ما ايه ولاد عم اتكل على الله شو يعني؟ كيف من برمت بتغني؟ يعني اتكل على الله روح قدامي كيف من برمت بتغني؟ أبدا هاي هي وجهين لعملة واحدة طال عمرك طال عمرك يا ابن عمي طب لكن هيك بلش محمد شو بدي بلش؟ برقم رقم شو لك شو رايك انت
واحد واحد بلش محمد واحد واحد ثلاثة. واحد خلينا نبلش بالواحد اوكي بلا ما زعبره ما بدناش نزعبر واحد عم بتزعبروا حلوة حلوة الدنيا برجالها حلوة الدنيا برجالها لا بقصورة ولا بمالة اللي في عنتر الشام اوعى ولي اوعى تدرك رجالة الدنيا حلوة برجالها لا بقصورة ولا بمالة اللي في عنتر الشام اوعى تدرك رجالة بس بس نطول الحلقة يلا الحلقة لقيتكم انتبهوا الام تي في كرمالكم الليلة لغت كل البرامج بعد عنا عرس بالقاعة كل الليل كل الليل ما حدا بيتجوز على رأس الام تي في وشاشة الام تي في ما حدا بيتجوز باخر حلقة هيك بنغني تحية منا جميعا للام تي في اكيد بوسة للام تي في نقيلي انت نقيلي نقيلي انت فاميلا نقيلة محمد نقيلي تقبريني ثلاثة قالت يا رب مش أحمر أنت أو أنت 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 ولازم أنت أنا بقول أنت اللي بحبه أنا أنت اللي بحبه أنا وقفت وقف ما لازم لا هاي غير لعبة أنت أو أنت لك عندك عندك أنت أو أنت أنا بدي أحذر دفيك أنت تحذر أنا غير طب حذرت شو أنا بدي أقول تبع كيفك انت تذكر اخر مرة شفتك سنة تذكر اخر وقت كلمة قلتها ما عدت شفتك وهلأ شفتك الله كيفك انت ملا انت كيفك قال عم بيقولوا صار عندك ولاد انا والله كنت مفكرتك برات البلاد كيفك قال عم بيقولوا صار عندك أنا مركزة مشاهدينا حافظة إنه الدور كان معهم وحياتكم بعرف بعرف يا وحشني وانت جنبي سبت ألف حاجة في قلبي يا وحشني وانت جنبي سبت ألف حاجة في قلبي في